أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقات الفائتات عن جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية بشكل عام في العراق في القرون الأخيرة، يعني في القرون التي أعقبت انتهاء العصر العباسي، ولا سيما في القرون التي يعني خضع فيها العراق إلى الدولة العثمانية ومن سبقها. وقلنا بأن مع ما تعرض إليه العراق من يعني ويلات ونكبات بين حين وآخر، ولكنه في كثير من نواحيه استطاع أن يحافظ على ديمومة الحياة الاجتماعية والثقافية. ويعني كان حديثنا في الحلقة الأخيرة عن الجانب الثقافي، وقلنا أن كان المجتمع يضمن للفرد أن يتعلم لمستوى أولي، يعني أن يتعلم في الكتاتيب الكثيرة المنتشرة في المدن وحتى في القرى. كان يكفل المجتمع أن يتعلم الطفل القراءة والكتابة وشيء من الحساب، لا سيما في المدن، يعني الكتاتيب كان لها شأن ربما يتجاوز حفظ أجزاء من القرآن ونحو ذلك، يعني إلى دراسة العلوم الأولية. وبعد ذلك كان على الطالب، وهو من اختياره، يستطيع أن يتعلم في المدارس الكثيرة التي كانت ملحقة في المساجد في المدن. وذكرنا بأنه ليست المدينة وحدها هي التي كانت تخرج العلماء، حتى القرية، لا سيما في كردستان، كانت القرية هي التي تقوم بهذا الدور وليس المدينة. كانت هناك قرى يعني فيها مدارس كثيرة أشبه ببعض بالجامعات بالمستوى الجامعي، يعني يدرس الطالب في قرى مثل ماوران وبيارة وبرزنجة، يدرس علوما أكثر تقدما مما يمكن أن يدرسه في مدارس المدن. وبالتالي كانت هذه المدارس تقصد من الأماكن البعيدة، إن كان من المدن العراقية أو من المدن الأخرى من الشام وغيرها، كانت هذه القرى تقدم مستوى عال من التعليم. وحتى أن قرية كماوران استطاعت أن تدخل نوعا من الدراسة أو نوعا من العلوم لم يكن مألوفا دراسته في العراق في ذلك العصر، وهي ما سمي بالعلوم العقلية، يعني الحكمة والفلسفة والمنطق والمناظرة، علم المناظرة وغير ذلك من العلوم. هذه حقيقة ظواهر تناولنا المحنى إليها، ونود أن نتم هذا الحديث بأن نقول بأن النقطة الحقيقة الضعف ربما التي جعلت التعليم لا يواكب ما كان يجري في العالم، يعني من تطور، هو في نوع في المنهج في المناهج، يعني في نوع ما يدرسه الطالب في هذه المستويات المتقدمة الدراسية المتقدمة. نعم كانوا يدرسون علم الهيئة، يعني علم الفلك، لكن هذه لغرض ضبط المواقيت الشرعية. نعم كانوا يدرسون الحساب، ولكن هذه لغرض حساب الفرائض، يعني الإرث، تقسيم الإرث. يعني كثير من العلوم لم تكن تقصد بذاتها، ولكنها كانت تدرس على هامش العلوم الأخرى. يتقدم الطالب في دراستها، ولكن يعني لا يتعمق بدراستها إلى الحد الذي يمكن أن يبتكر شيئاً. وكانت هذه يعني من النقاط التي تسجل وأدت فعلاً إلى يعني عدم ملاحقة الدراسة، رغم جديتها ورغم وجودها وجديتها ووجود تقاليد للدراسة، ولكن تجعل هذه الدراسة في يعني بعيدة عن اللحاق بمستواها بمستوياتها التي حققتها في أنحاء أخرى من العالم. هذه ليس في العراق وحده، وإنما في كثير من البلاد الأخرى. السبب هو في أن العلوم كانت تحكم من قبل يعني التقليد، وكانت العلوم يعني تدرس في نطاق العلوم البحثة، أقصد تدرس في نطاق ضيق وعلى هامش العلوم الأخرى، إن كانت نقلية أو عقلية.
يعني حتى العلوم العقلية هي تشمل علوم محددة، الفلسفة والمنطق والعلوم الأخرى، أما علوم الطب والكيمياء وغيرها لم تكن تدرس، وإن كان هناك دراسة للطب، لكن يدرس الطالب الطب على يد شيخ، على يد طبيب، ولا يعني إن كان هناك طبيب ماهر ربما يقصده الطلبة للتعلم على يديه، ولكن وهذا كان يعني يؤخر دراسة الطب، لأنه لم تكن ثمة دراسة منتظمة لدراسة لهذا العلم الحيوي، وكان يعني النابهون من الطلبة يأخذون على يد هذا الطبيب أو ذاك بعضا من هذا العلم، أو أنه يسعى بنفسه لقراءة ودراسة الكتب القديمة في الطب، وهذا كله يعني أخر دراسة هذا العلم إلى حد ما. في القرن 17 بدأ أول اتصال بين الأطباء أو دارسي علم الطب في العراق وبين الطب الأوروبي، يعني الطب الذي بدأ يعني يتقدم في أوروبا. إلى القرن السادس عشر كان كتاب القانون لابن سينا يدرس بالعربية في أوروبا، ولذلك كان أول كتاب علمي يطبع في روما في 1591-92. لكن بعد ذلك بدأ إيقاع الدراسة لهذه العلوم يبطأ شيئا فشيئا في بلادنا، وحتى اضطر بعض الأطباء في الموصل إلى ترجمة كتاب سمي اشتهر باسم الطب الجديد الكيماوي، كان هذا الكتاب أصبح رافدا جديدا، وهكذا بدأ الأطباء لا سيما الموصليون منهم حققوا بعض التقدم في ملاحقة ما كان يجري من تقدم في علم الطب في أوروبا، لكن لم تكن ثمة مدرسة طبية كما كان الوضع في المدرسة المستنصرية في العصر العباسي، كان ثمة دراسة للطب، وكان هناك أطباء كثيرون يمكن الدراسة على أيديهم. مثلا في مجال الهندسة والمعمار ظلت هذا العلم خاضعا لما توارثه المعماريون عن أسلافهم، وما كان هذا يدرس لأنه كان يخضع لما عرف بسر الصنعة، يعني سر الصنعة هذا حال دون انتشار كثير من المعارف ومن العلوم التطبيقية، لأن يعني الحداد والذي يقوم بصهر المعادن وغير ذلك كان كثير مما يعرفه يحتكره تحت اسم سر الصنعة، وكانت الأصناف أصناف الحرفيين تقوم بذلك، يعني هي أيضا تدرس أو تتيح المجال لتعلم أبناء الصنف هذه العلوم دون أن تفتح الباب للآخرين، حتى تبقى يعني أسرار الصنف أو موقع الصنف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ثابتا مستقرا من جيل إلى آخر. إذا كانت هذه كلها عوامل حالت دون أن يلحق العلم في والتعليم في العراق ما كان قد حققه في أوروبا وفي أنحاء أخرى من العالم. في القرن التاسع عشر بدأت ثورة جديدة أو منعطف جديد في تاريخ العلم والتعليم، حينما بدأ بإنشاء المدارس الرسمية، المدارس النظامية، لأول مرة في يعني في سبعينات القرن التاسع عشر، لا سيما في عهد والي بغداد المصلح مدحت باشا، أنشئت المدارس الأولية والمدارس الرشدية، يعني المتوسطة والمدارس الإعدادية يعني الثانوية، وصار بإمكان الطالب أن يكمل دراسته في المستوى الجامعي لكن في العاصمة في اسطنبول، يعني عليه أن يذهب إلى اسطنبول ليدخل الكلية، وكانت أول جامعة عرفت بدار الفنون، يعني دار الفنون هنا دار العلوم بهذا المعنى وليس الفن بمعناه الشائع اليوم، وأنشئت المدارس العسكرية، وكانت كل هذه المدارس بدأت تدرس علوما جديدة، بدأت تدرس الكيمياء وتدرس الطبوغرافيا وتدرس الرياضيات وتدرس علوم لم تكن تدرس إطلاقا في ظل النظام التعليمي الذي عرفه العراق خلال القرون الأخيرة، بل أصبحت تدرس التاريخ على أهميته
ما كان علما يدرس في المدارس، كان علما يعني يتلقاه الطالب من شيخ أعجب بمؤلفاته، يعني كان يخرج عن نطاق الدراسة المنهجية، كان يدخل في باب الهواية، يدخل في باب الاستعدادات لكتابة التاريخ، ولكن لم يكن علما بمعنى لم يكن يجاز به الطالب، يعطى شهادة. احنا العلم المنهجي يقول اللي يعطى به شهادة. بعض هذه المعارف لم تكن فيها شهادات، لكن الآن في المدارس الحديثة التي بدأت تنشأ في العراق في يعني في هذه الفترة في القرن 19، حدث انتقالة مهمة، أصبح علم التاريخ يسمى علما ويدرس ويمتحن به الطالب ويأخذ شهادة تشهد بأنه طلع أو يعني أحكم جانبا من هذا العلم المهم. وهكذا أصبحت تدرس الجغرافيا، أصبح الطالب يعرف على الأقل ما هو موجود في القارات الأخرى بعد أن كانت معرفته محدودة بموطنه أو ربما في البلاد التي زارها يعني القريبة، لكن علم جديد دخل وغير من آفاق المعرفة ووسع من هذه الآفاق هو علم الجغرافيا. وهكذا يعني هذه المدارس حقيقة أدت دورا مهما، ثم هذه المدارس اعتمدت شيئا مهما لأن اقترن تأسيسها بنشوء المطبعة أو بانتشار المطابع. نعم عندنا خبر لمطبعة أنشئت في عهد داود باشا يعني في 1830 تقريبا، مطبعة حجرية، ولكن إنشاء المطبعة الرسمية والمطابع أدى إلى ظهور الكتاب المدرسي. لم يعد الطالب ينسخ الكتاب بيده ويقضي الوقت الطويل في مقابلته وفي غير ذلك، وأصبح إنما أصبح الطالب يقتني الكتاب المدرسي ويدرس فيه مباشرة، مما وفر عليه وقتا ودقة. الطباعة أثرت إلى حد كبير جدا في التعليم، أظهرت لنا الكتاب المدرسي المنهجي الذي يقتنيه الطالب ويدرس فيه ما يحتاجه من علم ومعرفة بعد أن كان محدودا بما ينسخه بيده فحسب. ثم أن الدراسة في السابق كانت تقوم على مبدأ الحلقة، يعني يتحلق كما كانوا يقولون حول عالم بذاته ويأخذون عنه أو يملي عليهم ما يعني ما يملي من شروح على هذا المتن أو ذاك، يعني دراسة محدودة بنمط معين من التعليم. إنما في المدرسة الحديثة أصبح الطالب يتنقل من فصل إلى آخر ويرى في اليوم الواحد عدداً من المدرسين ويدرس عدداً من العلوم في اليوم الواحد، وأصبح هناك نظام، يعني المدرسة مسؤولة عن مستوى ما يدرس فيها، بينما كان الطالب هو الذي يختار شيخه أو أستاذه ويعني حسب شهرة هذا الأستاذ بالعلم والمعرفة. أصبحت المدرسة هي الضامن لوحدة المستوى المعرفي لخريجيها، وكان كل ذلك مهما جدا. ثم أن المطبعة لم تقتصر على الكتب المنهجية وإنما على الكتب العلمية والثقافية، يعني بدأت الكتب تأتي من ليس الكتب المطبوعة في بغداد فحسب أو في المدن العراقية، لا سيما الموصل. الموصل كانت متقدمة بالطباعة لأن أنشأ فيها الدومينيكان، وهي بعثة دينية وفدت إلى الموصل في عام 1750 وأنشأت مطبعة. هذه المطبعة طبعت الكتب يعني العلمية الجغرافية واللغوية وغير ذلك بالحروف، يعني مطبعة كانت متقدمة. فكان يعني كان الكتاب يجد طريقه إذن إلى أيدي المحتاجين إليه، لكن ليس هذا فحسب، وإنما أصبح ميسوراً للكتب المطبوعة في الخارج أن تصل إلى المدارس وإلى المجتمع المثقف والمتعلم في المدن العراقية. كتب المطبوعة في بولاق في القاهرة أو الكتب المطبوعة في إسطنبول أو المطبوعة في بعض مدن الشام في لبنان أصبحت تجد طريقها إلى المدارس، إلى طلبة المدارس وإلى غيرهم من المثقفين والمتعلمين، مما زاد من مستوى الثقافة، لا سيما الصحف.
المطبعة لم تقتصر على طبع الكتاب، وإنما قامت بطبع الصحف. لو لم تكن ثمة مطبعة ما كانت هناك صحيفة. وهكذا استقبل العراقيون الصحف المصرية والسورية والصحف العربية الصادرة في إسطنبول، وحينما صدرت جريدة الزوراء نقلت إليهم ما كان يجري حولهم بل وفي العالم من أخبار كانت تستقيها من الصحافة الأجنبية أو كان لها مراسلوها. وهذه ظاهرة فعلا لافتة للنظر في لمؤرخي الصحافة، أصبح لها مراسلوها في بعض البلاد ينقلون إليها، يكتبون إليها تقاريرهم عما كان يجري من حوادث ومن أمور. فبدأ هذا كله زاد من مستوى الوعي إلى حد كبير، وأخرجت الإنسان العراقي من ضيق مجتمعه، من ضيق أسوار مدينته، من ضيق يعني من نطاق التعليم الذي يقوم على قوة التقاليد والموروثة، أخرجته من هذا كله إلى أفق أكثر انفتاحا على أنواع جديدة من العلم ما كان قد سمع بها، يعني علم الطبوغرافيا، علم اللوغاريتم إلى غير ذلك من هذه العلوم أصبحت في متناول الطلبة، وبالتالي زاد كل ذلك من الأفق الثقافي، لا سيما هناك علم التاريخ والجغرافيا والعلوم الإنسانية أيضا أدت هذه إلى الارتفاع بالمستوى الثقافي العام. أصبحت الصحيفة التي تصل يعني تؤثر في قرائها ربما أكثر من ما يتلقاه الدارس على يد عالم ربما لا يثير إلا مواضيع محددة في كتب معينة، لكن الجريدة فيها كل شيء، يقرأ فيها الخبر السياسي والخبر العلمي ويسمع عن هذه الدولة وتلك وقامت هذه الحرب وعقيدة إلى غير ذلك. هذه الأمور كلها لم يكن ثمة سبيل لأن يطلع عليها هذا الإنسان إلا بجهد يعني يبذله. أما الآن فالمطبعة والكتاب والصحيفة كل ذلك أثر على ارتفاع هذا المستوى الثقافي. حينما بدأ بتدريس علم التاريخ في المدارس العراقية لم يجدوا كتابا منهجيا واحدا تصوروا، وبالتالي كلفت وزارة المعارف يعني وزارة التربية المؤلفين لأن يقوموا بتأليف كتاب منهجي يمكن أن يدرس. وطبيعي كانت تلك الكتب يعني بدائية في وكانت تقتصر على يعني أسماء السلاطين والحوادث العامة، لكنها أيضا تكلمت عن تاريخ أوروبا مثلا، تكلمت عن الثورة الفرنسية، تكلمت عن نشوء الدول والإمبراطوريات في العالم. كل ذلك يعني بدأ يصل إلى الطالب ويصل إلى غيره من خلال إدخال علوم جديدة هي نعم لها جذورها. علم التاريخ من أعظم العلوم وأكثرها جذورا في التاريخ الإسلامي، ولكن أن يدرس الطالب ما يجري تاريخ بلاد هي غير بلاده كان ذلك يمثل انفتاحا مهما ومؤثرا حتى على حياته الداخلية. صار الناس يتكلمون عن الثورات ويتكلمون عن سقوط الدول ونهوضها، وهذه أمور لم تكن موضوع حديث قبل هذا. أيضا الصحف الصحافة أثرت كثيرا بأنها فتحت مجالا للكتابة في موضوعات تهم العامة، تهم الشعب، تهم الجماهير. يعني كان العالم يكتب في موضوع وهو يعلم من سيقرأ كتابه، طلبته الذين يتحلقون حوله يعني يدرسون على يديه في كل يوم، وبالتالي هو يختار موضوعات محددة يدرسها. لكن الجريدة يعني أصبح المثقف يكتب فيها ما يحدث يوما بيوم، يعني خرجت بالمعرفة عن نطاقها المحدود إلى أن تتناول جوانب متنوعة للغاية، وخلقت بالتالي أدت إلى
خلق جيل من الكتاب يتناولون شؤون عامة، يتناولون الشؤون العامة، لا يتناولون موضوعات دراسية محددة، وإنما يتناولون موضوعات عامة تخص الناس، تخص أوسع الناس. وهذا كله شارك في خلق وعي أو في تنضيج الوعي العام في البلاد، وكان هذا سبباً في أن تخلق أو تتكون قناعات جديدة بضرورة التغيير، بأهمية التغيير، بأنه يجب أن نلحق بما وصل إليه العالم في المجال الفلاني، أو ربما ماذا سيؤول إليه أمرنا إذا ما تغيرت الأحوال نتيجة قيام حرب مثلاً بين الدولة العثمانية وبين أوروبا، ماذا سيكون موقفنا لو حدث كذا وكذا؟ إذن بدأ التفكير إلى بالمستقبل، وهذا شيء مهم فعلاً، بعد أن كان الإنسان لا يفكر إلا بواقعه وبيومه. هذه بعض الجوانب التي وددنا أن نتكلم فيها، والسلام عليكم.